حبوا على ربكم وعلى وليداتكم وعلى كل واحد قريب لكم. اختي المواطنة، اخي المواطن، نالي التنقل من الشوارع والازقة، نالي التحرك في الاحياء باش ما نداوش غنى وما نداوش وسطنا. عندهم لازم علينا ناخذ الاحتياطات الضرورية. اليوم احنا محتاجين اغنام، محتاجين اكثر من اي وقتين، محتاجين التضامن، محتاجين التضحية، بيد وحدة تجاوزوا. محتاجينكم من طرف الجهات الرسمية، راها هي السبيل الوحيد لمنع انتشار المرض في بلادنا. Thank you.